حصري النهارده عندنا جايبه لكم اسعار تحفه. اتليه فساتين كل اللي تتخيليه، بيع وايجار من اول 200 جنيه. عايزه اقول لكم كل الاسعار موجوده النهارده في الفيديو، هتفرحكم جدا. ده غير كمان حاجات البيوتي صالون جوه. تعالوا نشوف العروض معايا. وجايين النهارده نصور من عند بيوتي سنتر واتليه مون. موجودين فين؟ موجودين في اسكندريه، محرم بيه الغيطي الصعيدي. الشارع ده شارع الغيطي الصعيدي على الترام، اول الشارع عيادات ابو الهمم. هنمشي شويه كده لغايه ما نوصل لمعمل الامل وكوافير مون. تعالوا نطلع الدور الاول ونشوف العروض الحلوه النهارده. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ يا مدام منى عامله ايه؟ شرفتينا. ربنا يخليكي. اهلا وسهلا. الله يخليك. احنا النهارده اول مره نصور في مون اتليه. شرفتينا. اهلا وسهلا. عايزين بقى اسعار حلوه كده للمتابعين. احنا عندنا عروض جميله جدا جدا جدا. حلوه. عندنا اطفال حلوه قوي، عندنا سواري. أيوة. عندنا بدل الاولاد، عندنا خطوبه، عندنا دخله، في كل حاجه. بتبتدي الاسعار عندي من اول كام؟ فساتين الاطفال بالنسبه للاطفال بيبتدي عندي من 50 جنيه. طب نشوف حاجه كده. عندي مثلا زي المعروض ده، هو اللي معروض اللي فوق ده ب 50 جنيه. ده ب 50 كده الصغير. تمام. ده بيبتدي ده عرض العيد. ايوه. طبعا لو حد بيحجز معايا في العيد من يعني دلوقتي في فتره العيد وهو اصلا عنده المناسبه شهر 7 8 9 ما بتفرقش، بيبقى معايا في العرض برضه. المهم ان هو حاجز معايا في نفس وقت اللي انا عامله فيه العرض زي الفل. لان طبعا بعد فتره العرض بتختلف برضه. ايوه. يعني بيبقى في عرض تاني بس يعني ما اضمنش، بتبقى الايام يعني بتبقى الاسعار عامله ازاي كده. دي بقى كمان حاجات السن المحير موجوده. موجود. ده عندي بالوانه حلو قوي. عندي في ابيض وفي الوان. في ابيض حلو قوي. في الوان برضو جميع المقاسات برضو. والسن المحير قد ايه بقى في في الايجار؟ يعني هو سن يعني في الايجار بيبتدي معايا من 100 ل 150. تمام. ما بيبقاش ازيد من كده. زي الفل. بصوا بقى العسل ده ايه ده؟ عندنا ده دلوقتي ده ايجار، انا عامله عرض العيد برضو. ده هو ده ب 200. 200 يا بنات ايجار ده؟ 200 ايجار. زي الفل. بصوا يا بنات ده بحزام بقى. ده بحزام كده شيك قوي. لا لذيذ في اللبس جدا. النص ونص ده. ده ب 200 برضو؟ ده ب 200. وفي ب 200 بيع؟ طب ميتين. ما تفرجينا يا مدام بقى على ال 200 بيع. بصوا يا بنات يعني عايزه كده 200 بيع. الفستان ده 200. بصوا يا بنات ده كده ب 200 وبيع. طبعا مناسب وحلو قوي. تمام. ده كمان ب 200؟ ده ب 200. حلو قوي ده برضو. بيع برضو. ده بيع. في موديلات تانية كمان. في موديلات كتيرة جدا. انا شايفة كمان حاجات امهاتي برضو موجودة. في حاجات ليدي بقى لسه هوريكي هالك برضو. تمام. عشان مامة العريس. مامة العروسة. مامة العروسة. ايوة. محدش يزعل. وعندنا برضو الدريس الجميل ده. 200. 200 برضو. بيع. يعني الستاند ده الحاجات اللي عليه. معظمه. معظمه. بيع ب 200 جنيه وايجار ب 200 جنيه. بصوا بقى ده كمان. حاجات حلوه قوي برضو. بصوا الجمال. 200 جنيه بس دريس زي ده حلو قوي. بصوا بنات ده كمان ده بكلوش تحت كده جميل قوي. 200. 200 صح؟ 200 بيع. تمام زي الفل. مامه العريس بقى والعروسه. طبعا طبعا مش هنسوهم، عندنا حاجات حلوه قوي ليهم. بصوا بقى عندي برضو منه النبيتي. واو. وعنده منه الزيتي. حلو قوي ده. النبيتي بتاعه اهوت ده الزيتي والنبيتي، يعني تلبسه مستريح. ما شاء الله. تمام. موديلات كتيره طبعا. يعني ايجار الليدي ب 300؟ حاجه زي كده برضو. المقاسات دهيت موجوده عندي لغايه يعني تلبس من 100 ل 120 كيلو. فرجينا ده كده شويه. بصوا يا بنات الحاجات دي كلها حاجات ليدي ب 300 جنيه ايجار، يعني يا بلاش. لسه هفرجكم دلوقتي كمان على الحاجات السواريه والهاي سواريه. بصوا دي برضو لو مامتك العروسه او مامتك عايزه منتقبه ده بينفع. حلو قوي للمنتقبات. حلو قوي. جميل. ب 300 ده برضو؟ زي الفل. كل اللي هقول لو هوريه لحضرتك ده ب 300. تمام. بصوا الموديل ده الناس اللي بتحب الاسود. ده بيلب ده مقاسه 60. تمام. مقاس يعني كبير. المقاسات عندي كبيره جدا. حلو قوي. اشكال ثانيه كتير برضو. ده قطعتين؟ لا هو يعني هو كله كده. بس جميل قوي ده برضو. من فوق جوبير ومن تحت شيفون. حلو قوي. عندي الوانه برضو. ده كمان جميل. كل دي اشكال والوان يا بنات ب 300 ايجار. احنا هاتي. هاتي تنزل مثلا كده جاكيت كله جوبير متطرز. تمام.
جيبه ساتين، البادي ساتين برضه، يعني ده طقم كامل. تمام، طقم كامل. ده بكام ده الايجار ده؟ ده 350. 350 تمام. طقم كامل الجيبه بالتوينز من فوق. حلو قوي. ده جاكيت لوحده ب 200 جنيه ايجار. حلو قوي ده برضو. في اللبس طبعا ده بيغير لون، ده بتبقى احلى. بيغير الوان. اه طول السهره تغيري بقى زي الفل. اكيد في موديلات تانية جميله زي ما احنا شايفين. نيجي بقى للايه، للحاجات اللي هي اول لبسه والحاجات الحلوه دي. بصي هنبدا دلوقتي بالحاجات اللي هي الخطوبه، لسه بقى الايه اول لبسه هنوريها لهم. بس دلوقتي هنشوف الحاجات دي. تمام، دي طبعا مش اول لبسه. الحاجات اللي عندي دي 500 جنيه. بصوا يا بنات، دي ايجار ب 500 جنيه خطوبه. تمام. ايوه، في اكتر من موديل طبعا. سيد برضو. كل المقاسات متوفره. موجوده عندي برضو، لان في بناتيت بيبقوا متختخين شويه. ايوه صح، فبيبقى في المقاسات بتاعتهم. تمام. عندنا بقى كمان الحاجات اللي هي ايه، اول لبسه. اول لبسه بالظبط. طبعا الموديل ده معروف طبعا، لان هو ترند على النت. فالموديل ده هو عندي بالوانه، عندنا منه اللون الموديل ده برضو. ده موديل وده موديل، البيبي بلو والنبيتي. تمام. بصوا لو كاتب كتاب يا بنات، لو كاتب كتاب مثلا او عروسه أو دخلة مثلا، حابه ان هي دخله تبقى حاجه فستان بسيط، ما بيحبوش ساعات الحاجات اللي هي الاوفر. الاوفر ده جميل قوي قوي. ده كم ده خرافه، ده في اللبس تحفه. ده طبعا مين، لان هو الكم ده طالع يعني السنه دي موضه جدا. جميل قوي. في البيبسي ده برضو، ده خطوبه. أيوة. ممكن تاخد صوريه عادي براحتك، لو مثلا اخت العروسه اخت العريس بيبقى بيحبوا الحاجات اللي يعني اللي هي شبه الخطوبه شويه. وده بكام بقى؟ ده كده هو ب 1000. تمام. 1000 ايجار ده بنات. لا سوري، ده ب 800. ده ب 800. واللي هناك ده كده اول لبسه ب 1000، سواء ده بالوانه او ده بالوانه. صح كده؟ بالظبط. تمام. احنا قلنا ده ب 800، وفي اشكال كتير ب 800. بالظبط. انا شايفه بقى ده كمان ده 1200. ده 1200 هو الكتاب او الدخله. حلو قوي بجد، سيمبل جدا. لا لذيذ جدا. وبصي بصوا من ورا كمان حاجه قمر قوي اللي فيه زي الفل. في كمان دخله كمان اهي. ده برضو كاتب كتاب او ممكن صوريه دخله برضو. حلو قوي. ده عندي عرض برضو عامله عليه ب 500 جنيه. 500. في طبعا بقى برضو الدخله عندي، يعني جميع برضو المقاسات بجميع الاشكال. في عندي حاجه زي كده. دي اول لبسه. بصي حضرتك بصوا الديل بتاعها ورا ازاي، عامل ازاي كبير جدا ما شاء الله. عندي برضو ده مرميد. ده المرميد ده ليه اكستنشن تاني ولا هو بيبقى كده بس؟ لا والله هو كده بس. هي لو حابه تزود اكستنشن مفيش مشكله، بحيث تعمل يعني ايه لوكين. هي في ممكن الفرح. تخش بالاكستنشن وبعد أيوة. كده تقلع الاكستنشن عشان تعرف ترقص. ايوه بالظبط. تمام. ودي برضو هاي سواريه، دي خطوبه او هاي يعني على حسب زي ما انت طبعا ما بتحب، بس هو اساسا بيبقى خطوبه يعني. حلو قوي. وده بكام معانا؟ ده عندي ب 1200. 1200. 1200 ايجار. انت قلتي لي برضو في اول الفيديو او اول قبل ما نصور ان في دخله ب 500. في الكلام ده حقيقي ولا بجد؟ فعلا. لا والله. طب عندي نشوفه. دخله ب 500 وعندي بيع ب 1000. لا والله. وموديلات في منتهى الجمال، بس طبعا عشان انا المكان عندي مش أيوة. واسع، وهم اصلا يعني انتوا تعالوا وتفرقوا يعني هم طبعا يجوا يتفرجوا. ب 500 يا بنات، من اول 500 ايجار الدخله. في عندي حلوة 500 قوي. في ب 800، في ب 1000، 1200. يعني عندي بيبتدي الايجار من 500 لغايه 2000 زي الفل. تمام. طب بالنسبه بقى اللي احنا شفناهم دول بكام؟ بالنسبه للابيض ده ده اول لبسه. تمام. ده 2000. ده 2000 جنيه ايجار اول لبسه. تمام. ايجار ده برضو نفس الكلام. ايوه. في حضرتك ده الحاجات الحلوه دي. ده كده هو 1000. تمام. وده كده 1000. حلو قوي. دي بالنسبه لعروض الاتيليه. يلا بقى نروح على البيوتي صالون ونقول لهم العروض. بصوا بنات، في بقى قسم خاص كده بالبيوتي صالون بقى، يعني هتبقي عروسه وتاجري الفستان من هنا وتتظبطي اخر ظبطه. طبعا البيوتي صالون هنا في عروض حلوه. هنبتدي بقى العروض. انا سمعت العروض من اول 10 جنيه بمناسبه العيد. ايه بقى اللي ب 10 جنيه ده؟ عندي 10 جنيه رسمه حنه. اي رسمه حنه حلوه قوي برده باشكال يعني معقوله، مش اللي هي صغننه قوي. تمام. اللي هي يعني والصغننه قوي ب 5 جنيه كمان فيها. حلو جدا. في كمان ب 5 جنيه اللي هي الصغيره. في توريد الشفايف ب 10 جنيه.
عاملة عرض برضو وش وحواجب بعشرين جنيه، في باديكير ومانيكير 30 جنيه، تركيب ضوافر ورسم ضوافر 30 جنيه، بيبيليز بقى وسشوار والحاجات دي. سشوار سشوار ومكوى ب50 جنيه. لا مهما كان طول الشعر ولا خمسين العرض جنيه الاتنين، 50 جنيه بيبيليز وسشوار. بالظبط، انا منزله ممتاز، على الصفحه بتاعتي نفس حلو الاسعار دي. زي الفل. في عندي برضو حمام مغربي ب80 جنيه، حمام عطري 20 جنيه، يعني حمام عطري وحمام مغربي يعتبر ب100 جنيه الاتنين. زي الفل. سويت الجسم كله ب200 جنيه. في بقى عروض الشعر اللي هو الفيلر، البوتكس، البروتين، الكافيار، الحاجات دي كلها موجودة برضو عندي بخصم 50%. الله ينور. وانا العروض دي بحط الماتيريال ليوم الوقفة صح؟ دي يعني معايا لغاية العيد، لغاية العيد اول يوم كمان. العيد احنا حلو بنفتحين قوي. في العيد برضو. انتوا فاتحين من دلوقتي لغاية العيد ان شاء الله بإذن الله. من الساعة كام لكام؟ احنا بنفتحه من الساعة حوالي يعني 12 لغاية الساعة 11، او على حسب بقى الشغل. زي الفل. لو عندنا شغل بنطول، لكن احنا الاساسي بتاعنا من 12 لغاية الساعة 11. حلو قوي. تمام، متشكرين لحضرتك جدا. العفو يا حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. اهم حاجه تيجوا برضو تقولوا ان انتوا تبع القناه عشان تاخدوا الخصومات الحلوه دي. بالظبط طبعا، اي حد تبع مدام منى يا جماعه ليه خصم بلاس الخصم اللي احنا عاملينه في دلع بقى، في دلع. بالظبط. متشكرين يا قمر، نورتيني حبيبتي.